بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب أولى ثانوي الدفعة الأولانية والبداية الأولى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الدفعة رقم 3، يعني الحمد لله. أنا رأيي إن أنتوا أكتر ناس محظوظة. تقول لي ليه محظوظة يا مستر؟ أقول لك لأن هم بيجربوا في اللي فوق. يعني ثالثة ثانوي لحد اللحظة اللي بكلمك فيها ديت 2021 مش عارفين الوضع هيبقى شكل الامتحان عامل ازاي. ده اول دفعه تمتحن بالتابلت فهم مش عارفين. تانية سنه ولحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها مش عارفين في تشعيب ولا لا، انت متخيل؟ هم بقى بيلخبطوا ويعكوا فوق ويظبطوا الدنيا، وبعدين يجي لك انت الحاجه الحلوه بعد ما يشوفوا انهي افضل الحلول يجيبوها لك انت جاهزه. فانت انا رايي ان الدفعه ديت هي اكتر دفعه محظوظه. احنا خلصنا الباب الاول الحمد لله بتفاصيله، خلصنا الباب الثاني بتفاصيله، النهارده موعدنا مع الباب الثالث مع المحاليل والقواعد. هنتكلم بشكل عام كده عن كل حاجه بتدوب في الميه وبتديني محلول. نسمي بسم الله ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. المخاليط والمحاليل. ده الفصل الاول في الباب الثالث اللي هو اخر باب لمنهج اولى ثانوي الترم الاول. بص كده على الرسمه وخليك معايا بقى خطوه بخطوه. المخاليط عندي كام نوع من انواع المخاليط؟ عندي واحد متجانس وواحد غير متجانس. متجانس يعني بنسميه حقيقي، ريال بالانجلش لو في حد لغات بيتابعني. حقيقي يعني يعني ما بشوفوش بعيني. حط ملح في ميه دوب، هتشوف الملح والماء؟ لا، حط سكر في ميه فنسميه حقيقي، محلول متجانس او حقيقي زي الصوره دي. في محلول تاني غروي. يعني ايه غروي؟ انا مش شايف مكوناته بعيني بس تحطه تحت الميكروسكوب تشوف. اديك مثال حلو كده، الدم. الدم كله لونه احمر بعينك، طب حطه تحت الميكروسكوب ده هتلاقي فيه صفائح دمويه وكرات دم حمراء وكرات دم مولد، بس انا مش شايفه بعيني فيعتبر محلول ايه؟ غروي. محلول بقى معلق تشوفه بعينك، طبق السلطه، الطماطم لوحدها والخيار لوحده والبصله، ده اسمه معلق. يعني الحاجات دايبه فيه، الرمل في ميه، الطين، كل دوت انا شايفه بعيني. دي كده انواع المخاليط. بص كده انواعهم. متجانسه يعني ايه متجانسه؟ يعني لا بشوفها لا بعيني ولا تحت الميكروسكوب. غير متجانسه يا اما اشوفها بعيني زي المعلق، يا اما اشوفها تحت الميكروسكوب فقط زي الغروي. اقدر افصله في المتجانس؟ لا طبعا، محتاجين بقى ان احنا نسخن ونبخر ونكثف ونقطر مولد موال. طب المعلق ده انا اجيب ورقه ترشيح، اجيب المصفى بتاع والدتي ضيقه شويه، فصلت الرمل عن الميه، فصلت الطين عن الميه، اقدر. في الغرويات برضو صعب بالترشيح، في طرق ثانيه. خش بقى على منهج باب الاول، اربط الثالث بالاول. المتجانس ليه ما بشوفوش معيني؟ عشان اقل من ايه؟ 1 نانو. طبعا عينك ما تشوفش النانو. النانو كام؟ افتكر؟ الله يفتح عليك، 10 اس سالب 9. طب المعلق؟ يا ده اكبر من 1000 نانو فاقدر اشوفه بعيني. طب الغروي؟ ما اشوفوش بعيني، اشوف تحت الميكروسكوب لانه ما بين الواحد والالف. دي كده في القطر. امثله، اديني مثال للمتجانس، سكر في ميه، ملح في ميه، ابقى فاهم. للمعلق التباشير، الرمل في الميه، السكر في البنزين ما بيدوبش. في الغروي زي المايونيز، الدم، اللبن، جل الشعر، كل ديت امثله للمايونيز. طبعا عندك امثله الرسمه ديت ميه بحر يعني ملح وميه فهو بالتالي متجانس. الرسمه ديت الطين او الوحل لان انت كمان موجود في المنهج السعودي خلي بالك فمعلق. الرسمه الثالثه بتكلمنا عن الغروي زي ما انت شايف كده، رمل او طين في الميه. ناخد اللي بعده، محلول. يعني ايه محلول؟ محلول يعني حاجه دايبه في ميه، ما ينفعش تبقى مش دايبه. محلول يعني حط معلقه سكر في كاس واصبح السكر ها مذاب والميه مذيب، بقى عندي مذاب ومذيب، ده اسمه محلول. المحلول هو عباره عن ايه؟ مخلوط متجانس التركيب. متجانس التركيب ما بين ايه وايه بقى؟ مذاب ومذيب. مين المذاب ومين المذيب؟ المذاب الماده اللي بتدوب، الملح، الميه. والمذيب الماده الكبيره اللي بتحتوي على نسبه اكبر زي الميه. بص كده معايا، المذاب ماده توجد بنسبه ايه؟ قليله زي الملح او السكر. ركز معايا لان قلت من شويه الميه، لا قصدي الملح او السكر. اما المذيب والماده اللي توجد بنسبه كبيره زي الميه. في بقى بص كده معايا، ده زيت في ميه، هل بيحصل ذوبان منهم؟ لا ما بيحصلش ذوبان، فبالتالي ما عنديش مذاب ومذيب قوي يعني، او ما حصلش عمليه ذوبان. ودي ليها تفسير هقوله بالتفصيل في وقتها. السلبيه الكهربيه، قدره الذره على جذب الكترونات مرتبطه عليها، دوت موجود في حته في ثانيه ثانوي بس ده كان لازم اقولها لك. بص بقى، ليد الميه بتدوب، الميه اكتر حاجه بتدوب. الروابط في جزيء الماء تساهميه، تساهمية قطبية، تساهمية بيحصل اشتراك عشان الأكسجين سالبيته عالية فبيجذب الأيونات، إنما الهيدروجين سالبيته منخفضة فبتبعد عنه الإلكترونات. الماء أعلى درجة
درجه كليته عاليه جدا، يعني الماء تقريبا بيغلي عند 104 100 104 وبتجمد عند سالب او صفر. طب ليه بقى درجه غليانه مرتفعه جدا؟ عشان ايه بقى؟ الزاويه ما بين الروابط بينهم 104 ونص، الزاويه في كزين الماء. طب شكل الزاويه ازاي؟ اهو ادي الزاويه يا عم، ولا تزعل نفسك. بص الزاويه ما بين، مش ده الميه او و2 اتش، بنختصرهم بنقول ايه؟ اتش 2 او. حلو، الزاويه بينهم كام بقى؟ 104 ونص. اذا الزاويه في جزيء الماء حوالي 104 ونص. نكمل مع بعض. صنفوا المحاليل بقى. قال لك ممكن اصنف المحاليل لايه؟ لثلاث اصناف. ركز بقى في المخطط الجميل اللي انا عامله لك ده. اصنفه حسب الحاله الفيزيائيه، فبقى عندي محلول غاز. محلول غاز يعني ايه؟ يعني حاجه دايبه جوه الغاز. ايه ده؟ هو ينفع ادوب الصلب في الغاز؟ اه والله ينفع، وما تبقاش شايف. طب اديني مثال كده سريع. الغبار اللي بيخش في عينك، مش بتحس ان في ذرات صلبه دخلت في عينك انت مش شايفها؟ اه، اهديت صلب دايب جوه غاز، بقى محلول غاز. ايه ده؟ طب ايه تاني؟ سائل وصلب، يبقى اقدر اقسمه حسب الحاله الفيزيائيه. اقدر اقسمه حسب التوصيل الكهربي، في محلول بيوصل التيار الكهربي زي الملح في الميه، وفي محلول ما بيوصلش زي السكر في الميه. لو بيوصل بنسميه الكتروليت، يعني في الكترونات قويه بيوصل بقوه وضعيفه بيوصل بضعف. ثالث نوع من انواع التصنيف التشبع. يعني ايه التشبع؟ يعني هات الميه وحط عليها مره 5 معالق سكر، مره 20 معلقه سكر، مره معلقه سكر واحده. فبقى فيه درجات مختلفه، بقى اللي معلقه سكر واحده غير مشبع. طب والخمسه تشبع تماما، اي قطر بعد كده تترسب. طب ال 12 معلقه سكر هيدوب ازاي؟ سخن، فتحول للشربات بتاع البسبوسه، ده اسمه فوق مشبع. يبقى انا صنفت المحلول كام تصنيف؟ ثلاثه. التصنيف الاولاني ها زي ما قلت لك حسب الحاله الفيزيائيه، التصنيف الثاني حسب التوصيل الكهربي، التصنيف الثالث حسب درجه التشبع. هنمشي بقى في رحلتنا حسب الثلاث انواع. ناخد اول نوع كده ونبدا نتكلم فيه بسم الله. اول نوع التصنيف حسب الايه؟ تمام كده، حسب الحاله الفيزيائيه. لمين؟ للمذيب. يعني لما اقول لك غاز يبقى صلب في غاز، سائل في غاز، غاز في غاز. لما اقول لك سائل يبقى غاز في سائل، صلب في سائل، سائل في سائل. بص كده معايا في الغازات، المذاب غاز والمذيب غاز، زي الهواء الجوي، ها بخار الهواء، كل دي امثله. طب لو سائل في غاز، اه جازولين مع الهواء. الامثله دي مهمه وبتيجي كتير في الاختيارات. يقول لك الجازولين مع الهواء الجوي يعتبر نقط في نقط، تقول له سائل في غاز. طب المحلول كله ايه؟ المحلول كله غاز، يا عيني عليك. صلب في غاز زي النفتالين في الهواء الجوي او الغبار الهواء الجوي. خش على السائل. سائل يعني ايه؟ يعني صلب في سائل، سائل في سائل، غاز في سائل. ايه ده؟ هو الغاز ينفع في السائل؟ اه والله ينفع. ازاي غاز في سائل يا مستر؟ انا مش متخيل ده. يا اخي امسك ازازه البيبسي رجها، هيطلع منها ايه؟ هيطلع منها الصودا اللي هو الغاز. يبقى الغاز دايب في الميه ولا لا؟ دايب. السمك اللي تحت الميه بيتنفس ايه؟ اكسجين. ازاي بيتنفس؟ اكسجين دايب في الميه، غير الميه نفسه اللي هو H2O. بص على امثله. غاز في سائل زي المشروبات الغازيه والاكسجين الدايب في الميه. سائل في سائل، الكحول في الماء، الايسيلين، الشاي بلبن، النسكافيه، كل ده حاجات عاديه. صلب جوه سائل زي السكر او الملح في الماء. انا كده خدت النوع الثاني حسب الحاله الفيزيائيه للمذيب وهو السائل. ملونها لك اهي عشان تبقى شايفها قدامك. النوع الثالث، ها الصلب. ايه ده؟ هو في حاجه بتدوب في الصلب؟ عادي جدا، ده معروف كل حاجه. مثلا هناخد سبيكه، امسك عنصرين حديد ونكروم، حديد ونحاس، وسيحهم وتلخبطوا على بعض، بقى صلب في صلب، بقت في النهايه هي محلول. محلول صلب يعني غاز في صلب زي الهيدروجين في البلاتونيوم او البلاديوم. سائل في صلب زي ممالغم الفضه، دي جت قبل كده في امتحان كتير قوي. يقول لك ايه؟ ممالغم الفضه. ممالغم الفضه ده عباره عن ايه؟ ماده سائل في صلب ولا سائل في سائل ولا صلب في سائل؟ انت تسمع كلمه ممالغم تستغرب وتقول ايه الممالغم دوت؟ هو عباره عن سائل حطيناه كفر، اللي هو زئبق سائل جوه فضه صلبه، يبقى ممالغم الفضه عباره عن ايه؟ زئبق بس في حاله سائله، حطيناه جوه الفضه والفضه في حاله صلبه. بقى سائل في صلب. طبعا النوع الثالث اللي هو صلب في صلب وهي السبائك باستسبيكه النيكل كروم. حلو قوي، ماشيين مع بعض زي الفل. ناخد سؤال كده نفك بيه الفيديو شويه عشان ما يبقاش معلومات معلومات معلومات. اهميه محلول الايثيلين جلايكول في الماء. ياه، السؤال ده موجود في اولى ثانوي وفي ثانيه ثانوي وفي ثالثه ثانوي، بس مختلفين في شكلهم. ايه الايثيلين جلايكول دوت؟ المركب موجود في ثالثه ثانوي، انت متخيل؟
المركب موجود في الثانيه ثانوي، في 2 او اتش من هيدروكسيد بنحطه على الميه. تعالى نحكي قصه كده حلوه. الناس اللي في روسيا او الناس اللي في المناطق البارده درجه الحراره توصل كام؟ سالب 3 وسالب 4 وسالب 6. الله، ده سالب تحت الارض، يعني المفروض الميه اللي يحصل لها تتجمد. اما الميه اللي في الراديتير بتاع العربيه ما بتتجمدش ليه؟ ما هي سالب 5 وسالب 6 وسالب 20 ساعات. اشمعنى الميه دي؟ ده لو اتجمدت العربيه مش تمشي، هم عايزين يمشوا العربيه. طب الميه اللي جوه ما بتتجمدش ليه؟ بيضيفوا لها ماده بقى تخلي الميه بدل ما تتجمد عند صفر تتجمد عند سالب 30. يبقى انا عملت ايه بقى؟ عملت انخفاض في درجه التجمد. طب ايه الماده اللي بيضيفوها دي؟ هي دي اسمها ايه بقى؟ بص على الرسمه على الشاشه، ايثيلين جيلايكول. بيضيفوها فين؟ في الميه عشان تمنع، شوف لما نترجم الفهم للكيمياء يا عيني، تمنع تجمد الماء في مبردات السيارات في المناطق البارده. لو انت خدت الجمله دي جامده وصامده مش فاهمها، نقراها كمان مره. لمنع تجمد الماء في مبردات السيارات، يبقى تخلي الميه ما تتجمدش، تفضل في الحاله السائله او تنخفض درجه تجمدها، بدل ما تتجمد عند صفر تتجمد عند سالب 30 مثلا في المناطق الايه؟ البارده. ده كده احنا خدناها. تعال نتكلم بقى على فكره ثانيه وهي التأين. يعني ايه تأين؟ يعني تتفكك جزيئات الى ايونات. ادينا ايون موجب وايون سالب في الميه في المحلول، وطالما في ايونات هنوصل للكهرباء لان بقى في موجب وايه؟ وسالب. التأين نوعين، تأين تام يعني كل المركب اتفك الايونات في الميه، وتأين ضعيف يعني جزء منه اتأين او اتفك الى ايونات. ده كده التصنيف حسب التأين. ناخد النوع الثاني. كده احنا خلصنا حسبها الحاله الفيزيائيه، قلنا حسب الحاله الفيزيائيه ايه؟ تمام. اول نوع صلب وسائل وغاز. هناخد النوع الثاني بقى حسب التوصيل الكهربي. قلنا فاكر قلنا الكتروليت ولا الكتروليت؟ الالكتروليت بيوصل ولا الالكتروليت ما بيوصلش؟ الالكتروليت نوعين، قوي وضعيف، ولا الالكتروليت اصلا ما بيوصلش. طب ادي مثال للالكتروليت زي اللي عندك على الشاشه، السكر في الميه او الكحول الايسي. تعال ناخد الالكتروليت بقى ونقارن بينهم ما بين القوي والضعيف. الالكتروليت القوي بيوصل، فكر ليه؟ لانه اكيد بيتفك الى ايونات تمنع، كله بيفك الايونات. طب والضعيف؟ شويه منه بيتفك الايونات فبيوصل بشكل ايه؟ ضعيف. خد مثال بقى الالكتروليت كلوريد الصوديوم. طب ترجم بالعربي، ملح الطعام. ملح الطعام في الميه تذوبه يوصل بقوه لانه بيتفكك لايونات ان ايه موجب وسي ال سالب. الله عليك. هيدروكسيد الصوديوم رمزه ايه؟ ارجع للباب الثاني، ان ايه او اتش يديك ان ايه موجب او اتش سالب، كله تم التأين. حمض الهيدروكلوريك، كل دي امثله. ها اتش سي ال، اتش موجب، سي ال سالب. ده اسمها الكترولات قويه تمت التأين، بتوصل التيار الكهربي بقوه في محلول. طب انا مش متخيل يعني ايه بتوصل التيار الكهربي. يعني سعادتك تروح جايب الكأس في ميه وتروح حاطط فيه معلقتين فلح ومدوبه، وتروح موصل سكتين ما تلمسهمش لبعض، امال ايه؟ احطهم في المحلول. وبطاريه ومصباح ينور، اعملها في البيت، كلنا نعمل كده. كلنا بعد ما نخلص الفيديو دوت نعمل ايه؟ نجيب معلقتين ملح وندوبهم في ميه، او اربع معالق ملح وندوبهم في ميه كويس، وتجيب سلكتين كده تشتريهم ب 2 جنيه من الراجل الكهربائي وتوصل ما تلمسهمش لبعض، وتوصلهم بايه؟ ببطاريه. وبعد ما وصلتهم ببطاريه حط مصباح صغير، هتلاقي المصباح نور، مع ان السلكتين مش لامسين بعض. ما هو لو لمسوا بعض الدايره اتقفلت يا ناصح، فانت عايزهم الدايره تتقفل عن طريق المحلول، فحطهم في المحلول. هتلاقي اللمبه نورت، يبقى انا وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. في ضعيف بقى بيوصل بس بدرجه ضعيفه. يعني برضه بيوصل بس مش كله بيتأين، زي حمض الاسيتيك. حمض الاسيتيك ده ماشي معايا مكمل معايا لحد ثالثه ثانوي. يسموه حمض الاسيتيك، يسموه حمض الخليك، يسموه ضعيف التأين. رمزه، حد يعرف رمزه؟ اقول لك انا رمزه، سي اتش 3 سي او او اتش. الوحيد اللي الاتش فيه على اليمين، غير بقيه الاحماض الاتش على الشمال. وهيدروكسيد امونيوم، اي حاجه فيها امونيوم او اسيتات ديت ضعيفه التوصيل، اللي هي الكتروليتات ضعيفه. ليه؟ تعرف تقول ليه؟ يعني ليه هيدروكسيد الامونيوم ها ضعيف التوصيل؟ او ليه النوع الثاني اللي هو حمض الاسيتيك ضعيف في التوصيل؟ طبيعي جدا لانه ضعيف التأين في الماء، يبقى يتأين بدرجه ضعيفه او بدرجه جزئيه مش تام التأين. الله يفتح عليك. خد بقى ايون بقى اسمه الهيدرونيوم. السؤال ده زي ما يكون الراجل اللي بيحط الامتحان سبحان الله ربنا مخليه يجيبه دايما في الامتحان. رمزه ايه الهيدرونيوم؟ H3O موجب. رمزه ايه؟ H3O موجب. هو عباره عن ايه؟ ميه مع هيدروجين، فهو ايون ناتج من اتحاد الهيدروجين الموجب مع مين؟
مع ميه طبعا في المحلول. مثال: عند ذوبان غاز كلوريد الهيدروجين رمزه HCl في الميه يبقى فيه هيدروجين موجب. هيدروجين موجب دوت يرتبط بال H2O فيديك اهو رمزه، شايفه؟ انا حاطط عليه السهم. ايه ده؟ اسمه ايون ايه؟ هيدرونيوم. اسمه ايون هيدرونيوم. بص على المعادله، HCl حطيت له ميه طلع لي السيل سالب وادي ايون الهيدرونيوم. انا كده عرفت رمز كمان ايون الهيدرونيوم. خش شويه تعليلات حلوه. كلوريد الهيدروجين ما بيوصلش لانه رديء التوصيل في الحاله الغازيه. خلي بالك كلوريد الهيدروجين ده بالذات ليه شقين، يا اما يبقى حمض اتش سي ال في الحاله السائله فيوصل، يا اما يبقى غاز ما يوصلش. فهو غاز ما بيوصلش لكن هو حمض بيوصل. مثلا ناخد رقم 3 فعلم المذاق الحلو لمحلول السكر في الماء في كل اجزائه. يعني ايه؟ يعني كل ما تدوق كوبايه سكر في ميه تدوق اي حته فيهم فضيها كده، خد معلقه من تحت ومعلقه من فوق ومعلقه في النص، هتلاقي نفس الطعم، طعمها مسكر او حلو. ليه بقى؟ عشان هو متجانس، عشان السكر منتشر في جميع اجزاء الماء. خد التعليل الاخيره، لا يوجد الهيدروجين منفرد. طبعا مش منفرد، بيتحد الهيدروجين بايه؟ الله، بالميه. يبقى اتش مع ايه؟ اتش موجب مع ايه؟ مع اتش 2 او، فيديك اتش 3 او موجب. لسه قايلين من شويه اسمه ايه؟ تمام، هيدرونيوم رمزه اتش 3 او موجب. فمش هيبقى الهيدروجين بطوله، يروح على طول على الميه ويتحد معاه ويكون له ايون الهيدروجين الموجب. ده النوع الثاني من التصنيف. نقول النوع الثالث، خليكم معايا. خدنا بقى الحمد لله والشكر لله، خدنا النوعين حسب ايه؟ قلنا حسب الحاله الفيزيائيه، صلب، سائل، غاز، وتمام التمام. وخدنا النوع الثاني اللي هو حسب يا عيني توصيل الكهرباء، الكتروليت ولا الكتروليت؟ الكتروليت يا اما قوي بيتأين تماما، يا اما ضعيف تأين جزئي، ولا الكتروليت ما بيوصلش. ناخد النوع الثالث بقى من انواع المحاليل في تصنيفهم. لو انت راجعت الفيديو كده وفاهم احنا الخطه بتاعتنا في الفيديو ماشيه ازاي. النوع الثالث هو حسب التشبع. حسب التشبع زي ما انا قلت لك في اول فيديو، ثلاث كوبايات، الكوبايه الاولانيه معلقه ملح واحده، الثانيه 4 معالق، الثالثه 20 معلقه. المعلقه ملح واحده اسمه ايه؟ غير مشبع. يعني ايه غير مشبع؟ يعني انت ممكن تضيف كمان معلقه ملح يبقى كمان ها مذاب يدوب في المذيب. فاسمه ايه بقى؟ هو المحلول الذي يقبل كميه اخرى من المذاب. عشان تبقى عارف اهي. المحلول الذي يقبل مذيب كميه اخرى من المذاب. طيب عند نفس درجه الحراره. المشبع احنا ستوب، حطينا 4 معالق ملح وتمام، لو ضفت تاني يترص، يبقى هو المحلول اللي يحتوي على اكبر كميه ممكنه من المذاب، وصل لاكبر كميه، تشبع تماما. عشان كده الراجل يقول لك سكر زياده، السكر زياده هو 4 معالق واستوى. طب المعلقه الخامسه تترص، ما ينفعش. طب الفوق مشبع، اروح انا حاطط 20 معلقه واروح مسخن، فتحول من ميه بسكر لشربات بتاع البسبوسه، فبقى اسمه فوق مشبع. فبالتالي الفوق مشبع عفوا هو اللي يقبل اضافه كميه اخرى من المذاب اكثر من اللازمه لتشبعه. شفت لما تحول الكيمياء للحياه هتلاقي الدنيا سهله ماشيه معاك. وطبعا ما اقدرش احصل عليه الا بنقط، وبتيجي اخطر كتير قوي بالتسخين، لازم اغير في درجه الحراره. في الغير وفي المشبع ما بغيرش درجه الحراره، الفوق لازم اغير. تعال نفكر كده، هات شويه سكر وحطهم في كوبايه ميه، معلقه ده اسمه غير مشبع. ليه؟ ممكن اقبل احط معلقه تانية يبقى كميه اخرى من المذاب. طب 4 معالق بص تمام التمام، لو معلقه قد كده يترص كده اسمه مشبع، اكتفى يبقى احتوى على اكبر كميه من المذاب. طب حط 20 معلقه هيترص، اروح مسخن يدوب فتحول لايه؟ ها للشراب بتاع البسبوسه، صح ولا لا؟ ده اسمه ايه بقى؟ فوق مشبع، يبقى يحتوي على كميه اكبر من اللازمه لتشبعه. دي الثلاث انواع من المحاليل. بعد الثلاث انواع من المحاليل على طول بينقل الموضوع اسمه الاذابه. الاذابه ديت عمليه تفكك الايونات الموجبه والسالبه الى موجب وسالب او محاط منها بجزيئات المذيب. بتوقف عمليه الاذابه على ثلاث حاجات، دي بتيجي كتير قوي، اختر مساحه السطح والتقليب ودرجه الحراره. مش فاهم يا مستر ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعال نفهمك. انا عايز ادوب ملح في ميه، فكر كده. لو انت جبت قطعه ملح ونفس الحيطه ديت عملتها باودر، مين اللي هيدوب اكتر؟ الله عليك، الباودر. يبقى ده اسمه مساحه السطح، فركته. طب حط الملح من غير ما تقلبه، وحط الملح وقلبه، مين اللي هيدوب اسرع؟ اللي يتقلب، فبقى عملت تقليب. شوف انا بزود الذوبان. ايه التاني بقى؟ سخن وما تسخنش، اللي هيدوب اكتر فين؟ في حاله تسخين. يبقى انا كده
في ثلاث عوامل بيزيدوا من سرعه الذوبان. ايه الثلاث عوامل دولت؟ التقليب، سكر اقل بيدوب بسرعه، التكسير او الطحن فبفرد المساحه. ها وايه تاني؟ وسخ. ركز معايا، الله يفتح عليك يا ابني. علل. سهوله ذوبان كلوريد الصوديوم في الماء مركب ايوني في مزيج قطبي، لان كلوريد الصوديوم ان اي موجب وسي ال سالب فهم ايونات، وبالتالي الايونات ديت بتذوب في الماء، اي مركب قطبي يذوب في الماء. الماء، ها الماء قاعده هيت تحت مخدتك، الماء مزيج قطبي، اي حاجه فيها قطب موجب وقطب ذوب سالب تذوب في الماء. السكر في الماء بيدوب مع انه مش قطبي، ليه بقى؟ لان جزيئات السكر بتنفصل وتكون روابط هيدروجينيه ما بين الاتش والاو اتش مع الميه، فبيحصل ذوبان. سهوله ذوبان الدهون، الدهون طبعا ما بتدوبش في الميه خلاص. في قاعده حلوه قوي عايز اقولها لك، القطبي يذوب في القطبي والعضو يذوب في العضو، يعني اللي بيديني ايونات يذوب في الميه، اللي ما بيدينيش ايونات يذوب فين؟ في الدهون في الزيوت. عشان كده لما تقع بقعه دهان بويه على هدومك تطلعها بالميه؟ ما تطلعها بايه؟ بالبنزين، بالتنر، عشان هي ماده عضويه فتدوب في المواد العضويه. لكن لو حاجه عاديه بتدوب في القطب يطلعها بالميه. الذوبانيه الملخص اللي انا قلت بقى هي كتله المذاب بالجرام في 100 جرام من المذيب عند الظروف القياسيه. بيتهيألي كده انا قلت كل التفاصيل النهارده وشرحت لك الثلاث حالات وازاي بيحصل فيهم الترصيب من حيث الحاله الفيزيائيه صلب سائل غاز، من حيث درجه تشبع، مشبع غير مشبع فوق مشبع، من حيث التوصيل الكتروليت، ها لا الكتروليت، الالكتروليت قوي وضعيف. واتنقلنا بعد كده على العوامل اللي بتزود من سرعه الذوبان في المحلول او في الماء، اللي هم ايه بقى؟ مساحه السطح، احسنت يا ابني، التقليب، درجه حراره. واخر حاجه خدناها في الفيديو بتاعت النهارده اللي هي الذوبانيه، ازاي بيتم عمليه الذوبانيه. هنكمل مع بعض ان شاء الله في فيديوهات اخرى. شكرا لكم اعزائي طلاب اولى ثانوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.